مهمة صعبة لفريق جمعية وهران في الشوط الأول من مباراته ضد فريق جمعية الحروب الذي عرف كيف يحسن الدفاع منذ الانطلاقة مع غلق كل المنافذ للتصدي للهجمات المحلية. استماتة في الدفاع للزوار وانطلاقة سريعة للأجنحة لتسجيل هجمات عكسية خطيرة لعلها تسفر عن هدف السبق. العناصر المحلية تغير من النمط وسطا ثم الأجنحة لخلق فرص للتهديف لكن بدون فعالية. الشوط الأول انتهى سلبيا. المرحلة الثانية كانت كلها قوة وفعالية من جانب عناصر جمعية وهران، سمحت بتركيب بعض المحاولات أهدرت لعدم التركيز. محاولة استغلت من جانب عناصر الضيف التي ضيعت فرصا من ذهب. مقابلة صارت بنفس الأسلوب مع حركية حماسية في آخر الدقائق مما سمح لجمعية وهران من اقتناص ضربة جزاء في الدقيقة 84. تمكن اللاعب بالغ من تحرير الكل بالملعب. نتيجة اللقاء هدف لصفر لصالح جمعية وهران. احنا كانت لنا فرصة تقريب المرمى شاغر هدرناها، جاتهم فرصة ضربة الجزاء، نظن أكثر حظوظ بس للسجل، سجلوها بارك الله فيهم ونتمنى النجاح لكل المجموعة نتاعنا حتى وين ثاني كذلك. نتمنى الهدوء وشوية عقلية من عند المسير، من المسير الأول. الحمد لله، أنا نظن اليوم النقطة الإيجابية هو دبر اللاعبين يعني اللي عرفوا كيفاش يصبروا وانتظروا الفرصة وجاتنا، سجلنا هدف ثمين جدا اللي جاب لنا كما قال لك ثلاث نقاط اللي خلينا أن نكملوا المسيرات على لحد الآن اللي نعتبرها إيجابية. والنقطة الثانية اللي راني فرحان بها اليوم هم التعديلات يعني اللي شونجمون اللي درتهم، ثلاث لاعب يعني اللي دخلوا كانوا في المستوى. وفي مثل هذه المباريات النقاط تلعب على تفاصيل قليلة من بينها ضربة الجزاء. ضربة الجزاء رجحت الكفة لجمعية وهران، جمعية وهران اللي نصيبوها في المركز الثاني ومن دون ضجيج كبير أو لفت للانتباه. بالمقابل جمعية الخروب لحد الآن غير موفقة في هذه البداية. نتائج متذبذبة جدا، أظن أنه